اليوم مع بداية الشهر الوردي، هل أجريت سيدتي الفحص المبكر؟ وما هي أنواعه؟ اكتشفي السرطان قبل أن يكتشفك وتعرفي على أعراضه وأهم مسبباته. حيث الصباب الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي في ضيافة سيدتي. كيف يتعامل الثنائي الذي يعمل في نفس المكان؟ كيف ترتبين مطبخك وتعيدين توزيع أدواتك؟ بداية في هذا اليوم الجديد، اسمحوا لي أول شيء أرحب بالزميلات غزل ورؤى وأكيد رندا. حياكم الله، أهلا وسهلا. كيف كان يومكم؟ كيف كان أمس؟ والله أمس صراحة طبعا أنا مبسوطة أن احنا كنا في برنامج سيدتي، دشنا هاشتاج اللي هو سيدتي ألم وأمل. الكل كان متفاعل معانا، الكل كان فعليا يعني مهتم بالحدث ده حق التوعية بأكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي. بدأت العماير والأماكن عندنا هنا في السعودية، أنا عن نفسي وأنا ماشية كنت في طريق الملك فهد، الكثير من العماير كانوا مش بس حاطين النور البينك، لا كانوا حاطين الريبون حق شعار سرطان الثدي. فقديش الدولة والحكومة ووزارة الصحة بتحاول بشكل أو بآخر إنه بليز روح أكشفي. حتى القطاعات الخاصة كمان يا غزل كانت كثير مهتمة، مو بس الجهات الحكومية والرسمية. بنشوف إنه في كثير من المحلات والمولات كانت صحيح. كمان بتشجع حريص. الكشف على كمان الكشف المبكر تحديدا لسرطان الثدي. صحيح جدا. طب بأن اليوم الثاني من أكتوبر، طبعا إحنا مشاهدين محضرين لكم الكثير من المواضيع الشيقة، خصوصا أول ساعة في برنامج سيدتي هنتكلم فيها أكثر عن موضوع سرطان الثدي، ولكن خلينا نطلع نشوف استطلاع الرأي عن الفحص المبكر. والله مرض سرطان الثدي يعني مرض منتشر عادة بعد ما تقدم المرأة بالسن، واللي أعرف أني في فحص دوري المرأة يعني تحرص على إجراء الفحص هذا. مرض منتشر بالعالم بشكل عام ويصيب النساء أكثر. سرطان الثدي قد يصيب المرأة، وهناك له خطورة إذا ما اكتشفوه من بدري وتم علاجه، وأيضا يعني هناك مراكز توعي والسوشيال ميديا، وأيضا بعضهم اللي يصابون يتكلمون عن تجربتهم، فتشجع الناس كهذه التجربة، يعني تشجع للمرضى السرطان، تقويهم وتقوي إرادتهم. والله ما أعرف شيء، يعني ما عندي خلفية، الله يكفينا شهرة. أعرف أنه يعني من السرطانات اللي تصيب المرأة أكثر طبعا، وأنه المرأة لازم أنه في مرحلة معينة من العمر أنه تفحص كل 6 شهور. هو مرض منتشر في العصر هذا، ويصيب غالبا من سن 40 وطالع. هم يحتاجون، لازم جميع النساء لازم يفحصون، حتى لو شكوا أن في عندهم شيء أو شكوا أصابوا لهم لازم يفحصون بشكل دوري يعني للوقاية، على أساس أن كشف مبكر يكون علاجه أسهل. أنا أبدأ بنفسي وعامة النساء، لأن مرض منتشر ونحرص على الفحص، المفروض نحن صراحة نحرص على الفحص، إنه لازم يكون الفحص يعني مثلا كل شهر أو كل 6 شهور زي كذا اللي عارفه. يصيرون قويات، يستحملون إنه لها فترة وتعدي إن شاء الله، والله يشفي إن شاء الله كل مريض. زي ما احنا عارفين احنا في ثاني يوم من شهر اكتوبر اللي هو شهر التوعية بسرطان الثدي، نؤكد من هذا المنبر سيدتي انه لازم انت تقومي بجميع انواع الفحوصات، سواء كانت بالاجهزة او عن طريق الفحص اليدوي. طبعا نتكلم اكثر ونعرف اكثر عن انواع الفحص ونتثقف فيها بشكل اشمل واوسع، معنا في الاستوديو الاستاذة ايمان الذروي، اخصائية ورئيسة قسم التثقيف الصحي. اهلا بك استاذة ايمان.
اهلا فيكم جميعا، تشرفت بوجودي معكم. نورتي. استاذه ايمان، في البدايه حابه تذكري لي ايش هي انواع الفحص الذاتي تحديدا؟ ما نقدر نتكلم عن الفحص الذاتي تحديدا، نتكلم عن الفحوصات كلها بشكل عام. اوكي. لان الفحص الذاتي، نبدا بالفحص الذاتي، الفحص السريري، الفحص الاشعاع، لا الماموغرام، ماموغرام، الخزعه. بس الفحص الذاتي اثبت نجاحه في حالات اللي ما يكون فيها تاريخ مرضي او اعراض او وراثي. تمام. هذه اثبت فعاليته من 20 سنه الى 39 سنه، هذا نعتبره مجدي. أيوه. مجدي الفحص الذاتي اذا كان ما في تاريخ مرضي او علامات او اثار، يكون كل مره كل شهر بعد الدوره الشهريه من 7 ايام. صحيح. يكون مجدي. بعد الحالات اللي اذا كان في تاريخ مرضي لازم ننتقل للمرحله الثانيه اللي هو الفحص السريري. الفحص السريري لازم يكون من خلال طبيب مختص يحدد في اهم شيء، يكون المراه ما تستحي ولا تقول لا انا ما فيني شيء، يعني من خلال ملاحظتها هي في الفحص الذاتي تروح للفحص السريري مع الطبيب المختص. وقتها هنا يحدد الدكتور بالفحص، هو يعمل لها فحص في العيادة. إذا اكتشف أن فيه علامات أو أورام أو كتل، ننتقل بعدها إلى الموجات فوق صوتية اللي هي تستعملها الحامل الآمنة. إذا تعين وقتها بعدها أن فيه أورام، ننتقلوا إلى ماموغرام. لا الماموغرام هذا خلينا نتكلم لحالة، قصة لحالة الماموغرام. ينتقل إلى الخزعة. إذا أخذ الخزعة من الأورام هذه يحللوها، يعرفوا ايش نوع الورم، ايش وله علاج وله خطه في الحاله. جميل. الماموغرام نتكلم عنه بشكل عام، اذا كان ما في تاريخ مرضي ولا اي شيء، يبدا من السن ال40 فما فوق مره كل سنتين. اذا كان في تاريخ مرضي او كان في اعراض معينه يصير سنويا من ال40 سنه. تمام. متى نقول من ال40 سنه فما فوق؟ احنا قلنا الحين الفحص الذاتي والفحص السريري من 20 سنه الى 39. اوكي. إذا كان في تاريخ مرضي مثل ما سألتي أنت، يبدأ من 30 سنة. برضه. إذا كان في هذا الماموغرام. نعم. يبدأ من 30 سنة، إذا كان الفحص السريري أثبت أنه في أورام، نحتاج أن احنا نعمل الماموغرام. طيب خليني أسألك هالسؤال، دائما في بعض الأشخاص عندهم يعني في أحد من عائلتهم مصاب بمرض السرطان، مش أكيد الثدي، بس هل له علاقة أنه لازم يكون من الدرجة الأولى. هو يعني من الدرجة الأولى، أم، خالة، عمة، من الدرجة الأولى. يعني سرطان الثدي ما له دخل بأنواع السرطانات الأخرى؟ لا، هو أكثر انتشارا سرطان الثدي. أوكي. من الأنواع السرطانات كلها الأكثر انتشارا سرطان الثدي. أقصد الوراثيا. أيوه. يعني أقصد وراثيا. هو إذا كان جيني، خلاص موجود الجين. يعني حامل موجود الجين السرطاني. أوكي. يعتبر خلاص، هذا يعتبر الفحص، لازم تعمل فحص سريري. أوكي. من 30 سنة. طيب كنت دائما تقولي الماموغرام هذا لحال، خليني أسألك ليش الماموغرام لحاله؟ وهل مثلا في أعمار معينة يمنع أو مو يمنع، يعني ما تفضل أنه هو يعمل ماموغرام في هذا العمر؟ أو مثلا الناس اللي عاملين عملية تكبير صدر أو حشو أو سيليكون أو حتى بتكبير الصدر عن طريق الغدد، مو عفوا الخلايا الدهنية، فهل أنتوا تفضلون فعالية الماموغرام؟ أيوة. فعاليتها تكون أكثر بعد ال40 سنة، تكون الخلايا أكثر شفافية، أكثر من تكون في الصغر السن. طيب. تكون كثافة الخلايا عالية. لو استخدمنا الماموغرام ما يكون باين اكثر في العمر المبكر، ما يكون مبين حتى في المرأة. أيوة. الحامل ما نستخدم الماموغرام لانه ما يثبت فعاليته، تكون الخلايا سماكتها عاليه، رغم انه نسمع انه اغلب السيدات اللي بيعملوا هذا الفحص المبكر بيعملوا ماموغرام. اقول لك هذا هو فحص من 40 سنه فما فوق. أيوة. تحت ال 40 سنه اذا كان في تاريخ مرضي او وراثي، او كان الام مصابه، الخاله مصابه، او هي فيها علامات واضحه. أيوة. علامات انه في اصابه. يمكن سمي ايمان، بس على سيره الماموغرام وكذا، في ناس كثير بتتخوف منه. يعني اذكر احنا لما رحنا انا والزميلات على اساس انه نسوي احنا الفحص المبكر شخصيا، الماموغرام في ناس كثير كانت متخوفه منه على اساس انه بيألم، ممكن لا سمح الله يسبب اشياء ثانيه. هل صحيح هذه المواضيع عنه؟ احنا طبيعه حياتنا نتعرض لاشعاعات في كل مكان. صحيح. اذا طلعنا من البيت، في الدوام، في البيت، في الشارع، في كل مكان نتعرض لإشعاعات. الإشعاعات اللي تعرضها من الماموغرام ما تجي بنسبة 1 إلى 5. أوكي. يعني شيء بسيط جدا، وانت تعمليه في السنة مرة بيكون تأثيره مرة بحكم قليل. الألم أنا أتكلم ألما الفحص على حسب هم يبالغوا في الألم. هو الوضع لا بيكون عادي طبيعي. احنا يعني الألم محتمل، دلوعات كده وكيوتات. الألم محتمل وعادي يعني.
طيب احنا شفنا بالتقرير قبل شوي او بالاستطلاع انه كثير من البنات يقولون لك انه بعيد الشر. بعيد الشر. الله لا يقوله. هو الله لا يقوله بعيد الشر، بس انا ابغى نعرف ايش الاشياء اللي قمت فيها علشان تقفون البنات خاصه بهالعمر اللي شفناه. احنا بدينا الحين حملتنا في المدارس. هدفنا المدارس، لان انا اذا ثقفت الطالبه صحيح. توصل الرساله للام للخاله للعمه للجده، لازم تكون ثقافتها خصوصا في مرحله المتوسط والثانوي. حتى نعلمهم شعر لهذول الطالبات لما يكبروا يصير دائما في بالهم خلاص نعطيهم ثقافه يتعطى. انه لازم تعمل فحص شهري نفس اليوم المحدد، تعمل الفحص الذاتي. اذا حست انه في علامات تذهب الى الفحص السريري مع الدكتور. واصلا بشكل عام لازم كل سنه اذا كانت سليمه وما في تاريخ مرضي كل سنه لازم يعمل لها فحص سريري. في السنه لو كانت ما في لا هيستوري في العيله ولا كان في اي شيء فحص سريري. طيب استاذه ايمان انا ابغى اسالك، هل الفحوصات سواء كانت عن طريق الأجهزة أو عن طريق الفحص الذاتي تختلف من المرأة العادية إلى المرأة الحامل؟ يعني المرأة الحامل لها إجراءات خاصة ممكن من خلالها نقدر نكتشف إذا كان عندها لا قدر الله سرطان ثدي ولا لا؟ هذا هو، إذا إحنا نعلمهم من البداية من بداية الحمل إيش التحاليل اللي تحتاجها، إيش المشاكل اللي تواجهها. إذا واجهت المرأة الحامل ألم طبيعية تكون في تغيرات الهرمونات والأشياء هذه في الثدي بالضبط، لأنه بس نعلمها العلامات اللي غدد الحليب كمان تبدأ تشتغل احنا نعلمها العلامات اللي طبيعية وغير طبيعية. وشلون تعرفها هي المرأة الحامل؟ بالفحص الذاتي بنفسها. إذا والله شافت علامات غير طبيعية في شكل الثدي بالفحص الذاتي تذهب إلى الفحص السريري. هي أصلاً خلال 9 شهور بيكون عندها فحص متفاوت، مرة في 3 شهور أولى، مرة في 3 شهور الثانية من الحمل، مرتين اخر الشهور، يصير 4 زيارات للدكتور. هي هذه المراحل الحامل اوريدي اصلا بيتغير الشيب حق الصدر، بيتغير مثلا زي ما قالت غزل بيتم تكون الحليب وقتها. ففعليا احنا نعلمها نفرق بين التطور الطبيعي في الحمل للثدي والعلامات اللي اب نورمال غير طبيعيه في الثدي. بس في حاجه استاذه ايمان يمكن هي نوعا ما تكون مغيبه او مهمشه الى حد ما على حسب ما انا قرات، في كثير من الناس اللي اكتشفوا عندهم جين في سرطان الثدي تمام، ممكن انه الجهاز التناسلي عند المرأة برضه ممكن يصاب صحيح، سواء كان المهبل او المبيض، عفوا الرحم او المبيض. بس احنا اول الحين مثلا لو كان الاصابه من خلال الام، اذا كان جيني منتقل من الام خلاص نعرف ان البنات بعدها لازم يعملوا فحص للخليه للجين السرطاني ايش ما كان دام الام مصابه او الخاله او الجده، يعني بدرجه اولى لازم تعمل البنات فحص. لازم هذه الثقافه توصل، وهذا هو احنا دورنا الحين نبدا في المدارس. طيب تحسيهم في اقبال على هالشيء؟ كثير والله والله حاليا كثير، يعني تحسنت عن قياس اثر، تحسنت عن السنه قبل ما ندخل اي محاضره او اي بروجرام احنا عاملينه نعطيهم استبيان معين يعبونه، نشوف مدى ثقافتهم للموضوع، نشوف الجاب وين هي الفجوات اللي هم ناقصتهم نعطيهم المحاضره. طب بتشوف نتيجه هذا الاستبيان كيف؟ البنات الصغار ما شاء الله عليهم شغوفين للمعلومه. حلو. اكثر من الكبيره خلاص جاني عارفه. وش الاشياء اللي تركزوا عليها في الاستبيان؟ هل تعملي الفحص الذاتي؟ ايش متى فتره البلوغ لازم نعرفها؟ لان اذا كان بلغت قبل 12 سنه يكون عرضه للسرطان اكثر من بعد 12 سنه. نعرف ثقافتهم الاشياء هذه، يعني احنا نوصل لهم المعلومه كيف، هل عملتي فحص متى ذاتي؟ متى اخر مره؟ ايوه ايش تعرف عن خطوات الفحص الذاتي؟ الاشياء والاعراض هذه مذكروها. بس ممكن اللي ممكن حتى تيجي من غير وراثه. من غير وراثه أيوة. يعني نقدر ننبه على ذا النقطه انه البنات يقولون لك 95% وراثي يكون. اوكي. يعني اعتمادنا كله، يعني ليش احنا نقول التشخيص اذا كان في وراثه تاريخ مرضي لازم عشان أحس. البنات كمان ما يتجاهلوا ذا النقطه انه مش شرط انه يجيكي ويكون وراثي. لا خلاص سليم. احنا خلاص ارسلنا الثقافه من العشرين الى 39 سواء انت مصاب احد من عائلتك او غير مصابين لازم تعمل الفحص الذاتي سنويا سريري. طيب ادق انواع الفحوصات استاذه ايمان، يعني مثلا في بعض الناس تقول لك لا انا ما افضل ان انا اكشف في البيت الفحص الذاتي، لا انا ابغى اروح اتاكد زي ما يقولوا اعطيك اقطع الشك باليقين اقطع الشك بالتصوير الشك باليقين اللي نقطعه هذا هو في السنوي الفحص السنوي السريري مع الطبيب المختص. بس الفحص الذاتي مهم، مع انهم اثبتوا عدم
نجاحها، بس احنا لازم المراه هي تهتم بصحتها. تعرفي اللي استاذة ايمان، لانه في البعض يواجه من السيدات او البنات لما تجيها وقت الدوره بيصير فعلا بعض الاحيان في الغدد الليمفاويه شويه مثلا تورم او كذا، فبيصير لبس فتبدا تخاف. اوكي هو من خف سلم ما اختلفنا، بس كيف احنا نقدر من جد انه انت لازم تفرقي بين انه هذا الشيء غده لمفاويه شويه منتفخه وبين انه لا قدر الله انت عندك بدايه سرطان. هذا هو هدفنا، احنا نبين لازم متى تعمل الفحص الذاتي عشان ما يصير في لبس. ما نقول لهم خلال فتره الدوره الشهريه، لان بيكون في تغيرات طبيعيه في الثدي، بيكون بعد الدوره من 3 إلى 7 أيام، يعني او في اليوم السابع يكون افضل، وتحدد خلاص بكل شهر هذا الوقت اللي انا اعمل فيه الفحص الذاتي. اذا في علامات وقتها اوكي تذهب الى الفحص السريري. الفحص السريري طبعا قول. طيب بالعاده احنا دائما نقول المدارس هي الاساس، لانه نعرف انه مستقبلنا هذا راح ينفع اكثر. لكن هل مثلا عندكم في كثير من الطالبات ممكن انهم هم يجيبوا اهاليهم عشان يعملوا كشف؟ يعني مثلا انه والله لو فكرت انا اخذ الوالده، ممكن تقول لي انه يعني شيل عن راسك، ما حاجي معاكي او شيء، طالبيني اكتب تعهد تعالي معي المدرسه، تعالي معي المدرسه عشان تجي معايا. لا احنا نوصلهم ثقافه، يعني تجينا اسئله من الطالبات كثيره، امي وخالتي وكذا. صحيح. فنوجههم التوجه الصحيح، وين تروح تفحص؟ نعرف هي في اي حي ساكنه، وين ممكن الفحص الماموجرام اذا كانت فوق الأربعين سنه، وين المراكز الصحية اللي هي تدعمها أنها تسوي لها الفحص السريري، إيش المستشفيات الداعمة لهذا الشيء، يعني نعطيهم كل المعلومات اللي هي تفيدهم على حسب الحي وعلى حسب الفئة العمرية. طيب إيش النقاط اللي حابة توضحيها للأمهات؟ أهمية الفحص الذاتي عند البلوغ لبناتهم ضروري. يعني إحنا نعرف أن الأم تهمل بنتها صراحة بدل الفترة، فما ما تلقينها انها جايه او ساعيه، مو تهمل اللي رنده قد ما يكون انه هي بتبعد الشر، يعني بعيد الشر ما فيها شيء. يخافوا يعرفوا، يخافوا بس الحرص زين. احنا نوصل ثقافه الوقايه خير من العلاج. بالضبط. فاحنا لازم نبدا بالوقايه افضل. طيب ايش الاشياء اللي توجهينها لها؟ الفحص الذاتي ضروري عند البلوغ السيدات بشكل عام، اتباع نمط صحي طبيعي، التغذية السليمة، نشاط بدني ضروري يكون البدانة، هذه الرياضة لازم نمشي اللايف ستايل، الأشياء الصحيحة. بس أنا عندي سؤال، هل فعلا إنه اللايف ستايل والرياضة ممكن تبعد الجين هذا؟ ما تبعد الجين، احنا ما نقول تبعد، احنا نتكلم تقي تقي، ما هي بتبعد يعني، بس أقصد إنها تعالج. إذا كان في جيني شيء جيني، لا خلاص هذا لهم، احنا أنا قلت لك فصلتهم السليمين والجيني، الجيني لهم وضع حالة خاصة، حالة خاصة والسليمين اللي هو اتباع نظام لايف ستايل بشكل عام صحي. بشكل صحي. أيوة. أستاذة إيمان أنا أشكر وجودك، وزي ما أنت تفضلتي وذكرتي شلون أخذت وصلت المعلومة. أكيد إحنا بس نحب دائما نأكد، ربما في كثير يكون عندهم هذه المعلومة لكن نوعا ما يتكاسلوا فيها، فأحب أشكر وجودك. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا إحنا مكملين باقي الفقرات بعد الفاصل. سرطان الثدي هو من أخطر أنواع السرطان اللي يواجه ممكن المرأة، لأنه يتمركز حول جزء واحد من الجسم واللي ممكن يسيطر عليه. صح يا رندا، لكن بنعرف أنه في كثير من السيدات بيقدر أنهم يسيطروا على هذا المرض بس بسبب الكشف المبكر. صحيح. وبنعرف أنه وقت ما بيكون في كشف المبكر ونشوف إيش هي الأعراض ونقدر نفهمها بشكل واضح، يصير ساعتها نقدر نقول انه فعلا الوقايه خير من العلاج. حنتكلم اكيد عن هذا الموضوع بتفاصيل اكثر، ورحب بضيفي في الاستديو بالدكتور خالد الهاجري. حياك الله دكتور. الله يحييك. شكرا. هل صحيح؟ اهلا بك، اكيد نورتنا.
نبغى نعرف هل صحيح انه الكشف المبكر لسرطان الثدي ممكن يخلي درجة السرطان، نعرف سرطان الثدي رقم واحد عندنا في السعودية، فهل الكشف المبكر وان الوحدة تكون فاهمة ايش هي اعراض المرض هذا تحديدا ممكن يقلل من نسبة الاصابة به او لا؟ سرطان الثدي هو رقم واحد في النسبة للاصابة للنساء، للنساء في المجتمع، حتى في المجتمعات الغربية. الفحص المبكر ليس الفائدة منه هو منع حدوث الورم، الورم ممكن يحدث. الفائدة من الفحص المبكر هي اكتشاف الورم في مراحل مبكرة جدا والسيطرة عليه، ويكون علاجه بسيط جدا ونسبة الشفاء منه عالية جدا. جميل. طيب إذا ممكن أروى رؤى، التعرض للمواد الملوثة هل لها دخل؟ كأسباب، الأسباب اللي طبيا ومعروفة عندنا في مجال الطبي لحدوث سرطان الثدي، السبب تقريبا هو المثبت اللي هو وجود الجين وراثي في العائلة، مثلا الأم بناتها واحدة ما عندها الجين هذا، واحدة ما عندها جين. هو السرطان الثدي هو مرض، يعني احنا ممكن نعتبره مرض نسائي لان نسبة اصابة الرجال فيه 1% فقط. صحيح. اوكي. يعني اي امرأة بدون اي عوامل مساعدة لحدوث الورم نسبة اصابة الورم للنساء واحدة لكل 6 نساء تقريبا او 7 نساء. هذا في الظروف الطبيعية. تمام. من غير وجود عوامل موجودة، مثلا امها وجود عندها موجودة سرطان ثدي، او عندها مثلا سرطان في نوع ثاني اللي هم المرضى اللي ما حملت مثلا طبيا، انها ممكن تزيد بسبب تعرض خلايا الثدي تكون غير ناضجه للاستروجين فترات اللي ما حملت ممكن تتعرض لسرطان الثدي، اللي ما حملت نسبه حدوث السرطان فيها اكثر بالمقارنه بالانسان الطبيعي. بس ما يخوف يعني عشان ما تخاف. لا لا طبعا ما يخوف. هي ارقام موجوده، لكن احنا ما يعني ان نحط الموضوع اكبر من حجمه. صحيح. يعني احنا لو جينا نتكلم عن معدل حوادث او نسبه انه ممكن يصير الانسان حادث من هنا لبيته اكثر بكثير من جاز كلام احنا جالسين نتكلم عنه. صحيح. انا الفكره يعني دائما احنا في الجمعيه السعوديه الخيريه مكافحه السرطان، المسج اللي دائما ننشرها احنا كتوعيه انه المرض موجود، المرض ما يخوف، المرض مثله مثل غيره، مثل السكر، مثل الضغط، مثل الجلطات، ولو العلاج موجود. فالمطلوب انه الفحص المبكر لاكتشاف المرض في مراحل مبكره. جميل. والمساعده على العلاج الشافي منه في لما نكتشفه في مراحل مبكره فقط. جميل. هذا هو. جميل جميل. دكتور خالد خليني بس اعيد معك حاجه احنا دائما بنحكي فيها ويمكن امس كمان ذكرناها، اللي هي الاعراض اللي ممكن تجي للشخص قبل لا يشخص او قبل لا يسوي الفحص المبكر باصابته بالسرطان. احنا تكلمنا عن انكماش حلمه الصدر، ايضا تغير في لون الجلد، هل هناك في اعراض اخرى وغير الورم اللي ممكن يكون خفيف تحت الابط بالقرب من الثدي؟ هل هناك اعراض اخرى ممكن تشوفها السيده او الفتاه وتلاحظها على نفسها تخليها تروح تسوي فحص مبكر؟ طبعا الاعراض اللي ذكرتي انت هي اعراض متاخره. هذه متاخره كمان؟ هذه اعراض متاخره. نعم. احنا دائما اكتشاف احنا جالسين نتكلم عنه او الجالس مجتمعات تتكلم عنه، سواء كنا ما كنت هنا ما احنا هنا او كنت برا، انه المراه تجي في بعد سن الـ40 اوكي لتسوي الفحص المبكر اللي هو عباره عن اول شيء تسوي الفحص الذاتي، وهذا شيء مهم جدا، اللي هو 5 يوم بعد الدوره تفحص الانسان ثديها وتحسس هل في وجود ورم او انتفاخ غريب جديد. هذا وقت هي تروح للطبيب. 1-2 اللي هو الفحص السنوي بجهاز الماموجرام، هي اشعه الثدي اشعه عاديه لا تزيد، يعني هي مجرد اشعه بسيطه. هذا احنا ممكن نكتشف بوادر وجود الثدي، سوري الورم في الثدي قبل حدوث هذه الاعراض اللي احنا نتكلم عنها. جميل. وهذه ممكن نكتشفها ونساعد على علاج المريض بنسبه يعني الشفاء نهائيا من الورم ان شاء الله. الاعراض اللي ممكن المريض يحسها لو انه مثلا ما قدر او ما جاء الفحص، اللي هو موجود الورم بالثدي، سوائل طبعا افرازات سوائل تقريبا كنا نسميها هنا مايله للاحمرار مع الحلمه،
وهذه ليس بالضرورة أن تكون لها علاقة بالورم، بس هذه وجودها ممكن يعطي دلالة. أوكي. أوكي. انكماش الحلمات، تغير لون الجلد، هذه كلها أعراض، بس هذه أعراض متأخرة. إحنا كل اللي نبغاه إحنا دائما في الجمعية، في الجمعية السعودية الخيرية أو إحنا كأطباء ثدي، ودائما ننشر اللي هو المريض يجي الفحص المبكر. جميل. نبغى نكتشف إحنا وجود الورم قبل المريض ما يحس فيه، قبل ما يكون وجود ظاهر كأعراض موجودة على المريض. جميل. طيب دكتور خالد، إن شاء الله يعني الله يشفي ويعافي المصابات بمرض سرطان الثدي، ويحمي اللي يعني اللي بيحاولوا إنهم ما يتعرضوا للمرض ده بالكشف المبكر، وإنهم يعني يتبعوا النصائح والإرشادات اللي حضرتك وكل الأطباء مشكورين بيعطوهم هي. لكن في حالة لا قدر الله، إحنا ليش بنطلب من المرأة إنه هي تقوم بالفحص المبكر؟ لأنه ممكن سرطان الثدي لو أصاب المرأة يؤدي إلى سرطانات أخرى، فهي تكون بغنى عنها. سرطان الثدي إيش ممكن يسبب أمراض أو سرطانات أخرى تدخل فيها المرأة هي في غنى عنها؟ إحنا دائما لما نقول إحنا نتمنى من كل المرضى إنه يجون فحص مبكر، لأنه كل ما تطورت المرحلة من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية للمرحلة الرابعة، كل ما كان نسبة الشفاء تقل على المريض، واحد. اثنين، كل ما كانت الأعباء العلاجية والمضاعفات على المريض، مضاعفات العلاج نفسه أو مضاعفات المرض نفسه. جميل. أوكي. على المريض أكثر، أو حتى الأعراض الجانبية اللي ممكن ترافق مثلا كعائلة، وجود المريض في المستشفى فترات طويلة، انقطاع عن العمل، هذا الشيء. وجود السرطان الثدي لوحده للمريض كافي، لكن احنا نتكلم على اللي جالسه تتكلم عن يا اختي، انه سرطان الثدي ممكن ينتشر، وهذه طبعاً هي الاشكاليه اللي احنا ما نتمناها. عفوا على المقاطعه دكتور، انه في البعض مثلا تقول لك لو مثلا لا قدر الله جاء سرطان الثدي كبيره، ايش حتعمل؟ حتستأصل الثدي وانتهى الموضوع. يعني في بعض السيدات عندهم التفكير ده، انه انا حتى لو جاني سرطان الثدي ممكن أعمل عملية استئصال للثدي وينتهي الموضوع، ما تعرف أنه ممكن سرطان الثدي يتطور معها الأنواع أخرى من السرطانات. إحنا ما نبغى مثلا سرطان الثدي من الأعراض اللي ممكن، أو الأعضاء اللي ممكن يروح إلى العظم، الكبد، الرئتين. ما نبغى نأخذ الأمر ب إحنا نسميها بحساسية زيادة كسرطان، هو مرض له علاج وكل شيء، ولا نبغى ناخذ الامور بسهوله بسيطه جدا، لانه في الاخير هو سرطان. طبعا. زين، احنا فقط دائما نسعى لحمايه المريض من حدوثه او لحمايه المريض من مضاعفاته. فاذا كان الورم موجود، في العلاج موجود، انتشاره وارد، حدوث اورام مثلا اورام انثويه دائما مثلا تدي المبايض الرحم، هي لها علاقة بالثدي، خصوصا إذا كان في الأورام الجينية. طبعا. الأورام الجينية يكون وجود ورم مبايض مع ورم ورم الثدي. مضاعفات الأدوية، ممكن الأدوية اللي يأخذها المريض الثدي ممكن تسبب مضاعفات لحدوث أورام الرحم، حتى لو كان بنسب قليلة. نسب قليلة لا تكاد تذكر بالمقارنة بفائدة العلاج اللي يأخذها المريض. جميل. بس طبعا هذا الشيء يحتاج فحص سنوي مع أطباء النساء والولادة. جميل. إحنا دائما نقول ونبحث على أنه بليز افحصي نفسك، تعالوا افحصي نفسك كل شهر، في مشكلة طب الطب الأسرة والمجتمع موجودين عيادة صحة المرأة في كل مستشفى أو حتى مستوصفات وزارة الصحة، زائدا إذا كان في حاجة تسوي الماموغرام سنوين، إذا حتى إن شاء الله ما في شيء الحمد لله رب العالمين إن شاء الله، لكن استمرار على الماموغرام يساعد على اكتشافه بمراحل مبكرة والعلاج فيه نهائيا. والإجراء الوقائي اللي هو مثلا لو في حالة وحدة اكتشفت أنه عندها المرض جيني، عادي أنها هي تروح تعمل كشف وتستأصل الثدي كإجراء وقائي؟ هذه أشياء، هذه الحالات حالات قليلة جدا لوجود الجين ويكون الجين موجب، هذه تحتاج دائما احنا نسميها احنا كونسلنج مع الفاميلي، الجلسه مع الفاميلي، العائله مثلا، الخيارات اللي نطرحها للمريض. اوكي. لكن على الاغلب دائما احنا تنتهي باستئصال الثديين والمبايض للمريض. يعني دكتور خالد، في كثير خرافات او جهل بمرض السرطان بشكل عام، ما راح اتكلم فقط عن سرطان الثدي، لكن بيجي الشخص اللي بيكون مشخص بمرض السرطان، سواء كان ثدي، سرطان قولون او غيره، الأشخاص اللي حواليها تبدأ شوية تخاف،
لانه مثلا بيتعرض لاشعاع، لانه مثلا بياخذ دواء او بياخذ علاج كيماوي، بتبدا الناس تخاف انه يكون مثلا معدي المرض. ايش هي اكثر الاشياء اللي ممكن تكون او اللي بتجي مثلا عندكم المستشفى الناس بتسال عنها بتكون خايفه منها؟ هو فقط دائما الخوف. طبعا هذا الاشياء هذه كلها غير صحيحه، لانه الاورام لا تنتقل غير معديه، الادويه ما لها اي دخل، علاج سواء علاج اشعاعي ولا علاج كيماوي او علاج هرموني كلها لها علاقه بالمريض نفسه. ما عدا حالات نادره، انا ما بكبر الموضوع، اللي هو عمليه اليود المشع حق الاورام الغده الدرقيه، احنا فقط نفضل انه المريضه تبقى يومين، لانه عشان الماده النوويه تطلع تتصرف من الجسم عشان الاطفال ما يتعرضوا لها فقط يعني. إيه. الاشياء دائما المرضى دائما هم اللي عمليه الخوف اللي المبالغ فيها سيطر على العائله، اللي هو انا ممكن يجيني صح، مو بالضروره انه المريضه امها عندها سرطان انه ممكن يجيها. اي طبعا بس هو يفضل الناس اللي ياخذوا اشعاع كمان يا دكتور، انه اي سيده حامل انها طبعا تبعد عنها، من اول من يتضرر الجنين صحيح؟ اشعاع، علاج اشعاع. ايوه ما له علاقه. طيب كنت ابغى اسالك عن انواع السرطانات، يعني بنسمع كثير انه في سرطان حميد وخبيث، ونفس الشيء بيكون في البريست كانسر، هل هذه برضه ممكن يكون لها نفس طريقه العلاج او لا؟ اصحح لك المعلومه، السرطان هو سرطان خبيث، خبيث دائما، بس يقول لك الحميد يكون في حته معينه، هذاك ورم حميد. تمام، نقول ورم اللي ورم حميد، ورم خبيث. طبعا ورم حميد علاجه بسيط، استئصاله، ما كان ما اذا كان له داعي، مثلا اعراض المريض شكلا، اعراض جانبي عن المريض نفسه. لكن السرطان له خطوات علاجيه وله خطوات تشخيصيه كامله. انا دائما اللي اقوله اني انا اتمنى على انه المجتمع صار ما شاء الله تبارك الرحمن، احنا الجيل الجديد او الاجيال الموجوده الان كلها متعلمه. اي اوكي صح. لكن اللي اتمنى اللي هو الالتزام بالعلاج. في بعض الناس يمروا في مرحلة اللي يسمونها الديناينج، اللي هو الإنكار، العلاج الإنكار. هذا شيء أوكي، معنا مشكلة يحتاج الدعم من الأسرة أوكي. لكن مو معنا يجي يقترح أحد بعض المرضى أخذك علاج واحد يقرأ عليك علاج شعبي. إحنا ما إحنا ضد القراءة، هذا الشيء احنا اصلناه عندنا في الجمعيه السعوديه الخيريه لمكافحه السرطان، عندنا اخصائيات اجتماعيات واخصائيين نفسيين يقعدون مع المرضى. جميل. ليش الفائده منه؟ لان هذا احنا عندنا دور من الجمعيه اللي هو الجانب النفسي، دعم الجانب النفسي اوكي، خصوصا في مكاتب المستشفيات، عشان يقعدون مع المريض انه احنا ما عندنا مشكله، انت اقرا وانا اعترض على القراءه، لكن كمل علاجك مع القراءة، يعني الواحد من العلاج. كثير استفدنا منك اليوم دكتور، يعطيك ألف عافية، شكرا لوجودك معنا اليوم، وإن شاء الله يكونوا السيدات اليوم يعني يعطيك العافية جميعا، شكرا جزيلا، أكثر وعي وأكثر. هلا بك، حياك الله. طبعا خلونا نروح فاصل ونرجع مكملين باقي فقرات برنامج سيدتي. ما يفضل اللي بيشتغلوا انهم يكونوا ضمن جروب 2 أو 3 أو 4 عشان يحققوا الانسجام ويعيشوا في بيئه عمل سليمه ومريحه، صح رندا؟ صحيح، بس البعض غزل تلقينه ما يأيد هالفكره، ما يحب يشتغل هو واحد ثاني مثلا، ما يحب يشتغل بمجموعه، تلقينه دائما في صدمات وخلافات، يعني الافكار دائما تختلف. بس اليوم راح نتكلم اكثر عن هالموضوع مع استاذه لميا الدوسري، مدربه في التنميه البشريه واخصائيه نفسيه، حياك الله. اهلا وسهلا حبيبي. ليه دائما نشوف هالصراعات؟ ليه دائما ما نخلق بيئه عمل جميله؟ لو كان الاشخاص كلهم نفس الفروق، نفس الافكار، لكانت بيئه العمل اصلا جامده. فاختلاف الاشخاص، اختلاف انماط الشخصيه، الافكار، الرغبات، الانتاج والمخرجات، كلها تكون هذه نجاحات العمل او لا. جميل. صحيح، بس استاذه رمي بنلاحظ انه مثلا لما بيكون خلينا نقول مثلا جروب في مكتب، المكتب مثلا في 4 أو 5 اشخاص ما بين رجال وفتيات او 6 7 زي كده،
دائما المشاكل بتصير من السيدات هم اللي تصير مشاكل. صحيح. مع الأسف الشديد يعني دائما قلتي وما قلتي وعملتي وطالعتي وما سلمتي وليش جبتي وما افتكرتيني. صح. سواء كانوا المجتمع مختلط أو كانوا حتى السيدات مع بعض. صحيح. فعلا أغلب المشاكل بتصير بسبب الموضوع ده، الحساسيات الزايدة دي. أنا كيف أقدر كمرأة أكسب زملائي أو زميلاتي اللي موجودين معايا في مكان العمل؟ كمرأة وتبغين تنجحين بعملك ركزي على أهداف العمل. جميل. لكن لو كنتي بالعمل وتركزين على أهداف شخصية، تركزين على إثبات شخصيتك مو إثبات عملك. في فرق بين أني أنا في المكان عشان أثبت أنا وش قاعدة أقدم، وفي فرق أني بالمكان عشان أثبت والله أنا شخصيتك. كمان يا أستاذة رمية، لو لما ما تسلمي ولا تباشري ولا تضيفي، يا لطيف عليها جامدة، يا لطيف أكيد عليها ما تضحك، تكونين جامدة أكيد. صباح الخير وكيفكم وش أخباركم؟ أيوة أكيد. بس كده خلاص صباح الخير يا جاري. لكن في هدف في العمل، أنت موجودة بالمكان ليش؟ ترى بخلاف انه اخر الشهر انا راح استلم راتب، في اهداف. صحيح. في اهداف تنمويه، اهداف اجتماعيه، في اهداف لك كمان انت اكيد خاصه، وفي اهداف تخص في مجال عملك، انت قاعده تكونين لك سيره. جميل. طبعا. طيب خليني اسالك بذا الطاري عشان ما نروح من ذا الموضوع. الان في كل عمل لازم يكون في خطه الشخص راسمها لنفسه. صحيح. ومركز عليها. بما أننا في مجموعة وبما أننا في تيم، يعني ليش ما نطلع هالمجموعة علشان نطلع؟ ليش دائما تحسي التنافسية ضد مش مع؟ صح. عرفتي؟ هذا التفكير، يعني التفرقة. التفكير التفردي، يعني تفكير كأنه هرم، فهمت شلون؟ مو كأنه أنا وياك ننجح سوا. صحيح. نادر تلقين هذه البيئة صراحة. نادر تلقين بيئة تفكر ماسكين يد بعض وقاعدين ينجحون. كل واحد مهما قال لك أنا ودي تنجحين، تبقى له أهداف خاصة فيه. أوكي. فيبغى يبرز نفسه في مجال عمله مع مديره. طب إيش الحل طيب معهم؟ يعني إيش الممكن يعمله؟ الحل أن تكون أهدافك فيها جانب من الخصوصية. أكيد تبغى أن تتميزين بالكلمة، بلبسك، بأسلوبك، باختيارك، بالآراء والأفكار اللي تطرحينها للأفراد معك وزملائك في العمل. لكن في أهداف أشركيها معهم. جميل. حتى لو رفضوا، عذرا لمقاطعتك، او حتى لو ما بغوا انه يكونون معاك في نفس الهدف، يكفي انهم عرفوا انك تعملين بروح الفريق الواحد. جميل جميل. ما هي الفكره استاذه لمي انه انت كيف تقدري تثبتي للشخص اللي قدامك؟ تحديدا انا بتكلم على المراه، يعني انه احنا نروح صحيح. تعرفي لي انا ليش بقول لك كذا؟ بس تعرفي غزل التنافسيه دائما عند الرجال اقوى. إذا تأيدني دكتورة لمي، أستاذة لمي، موجودة رجال ونساء، لكن هي ذكرت أكيد من تجربة واقع إنه المرأة دائما مشاكسة في بالضبط. يعني مثل إنه كنا قبل فترة بنتكلم برضو في برنامج سيدتي عن ملكة النحل، متلازمة ملكة النحل. إنه كيف فعليا في بعض السيدات لما تكون بتشتغل مع مجموعة سيدات وتكون هي مرؤوستهم والقائمة بالأعمال عليهم، ما تبغاهم يطلعوا. صحيح. ما تبغاهم يظهروا، ما تبغاهم يبانوا، بس ترى مو كلهم. صحيح. اوكي احنا طبعا خلينا نقول هذا المتعارف عليه، مثل ما يقولون لك قلتي سالفه الحرمه ترى ما راح تمسك لسانها. أيوة. لا مو كلهم. صحيح. بس هو خلاص وعي جمعي. صار عندنا وعي جمعي ان المراه كذا الان، في تطور، في قائدات الان. طبعا. في اشياء بس كثير. كم هذه القائده دي بتسمح انه يطلع بداله او يكون لها خليفه قائده؟ في، خليني اقول 1%. بس في موجود. جميل. في من قاعد يوجهك ويرشدك على اساس انا اذا رحت في خلفت بعدي قبلي، يعفو الناس مسكوا المكان بنفس قيادتي ونفس فكري. في اشخاص رائعين. في ناس دائما استاذه لميا احس دائما يقولون انه زي ما ذكرتي انه خليت لي خليفه او انه في احد زيي ويشتغل نفس شغلي، لانه في الاخير اتوقع، وهذا الفكر ما اعرف اذا منتشر او لا، لانه في الاخير مين اللي درب ومين اللي علمه؟ فلانه. يعني هذا بيرجع لك برضه. صحيح. بس ليش يعني ليش نحس انه مش ماشي فيها عند البعض؟ حنا ما نعمم، عند البعض انه مش ماشي يروح الجماعه، مش ماشي يروح انه الثنائيه، يعني نبغى هالروح ذي، نبغاها جميله. تلقين مهما كانت جميله تبعها كاتبه من المهارات اللي تبتسم وترغب انها تكون فيها، اعمل بروح الفريق الواحد. ليه؟ لانه صارت الناس كلها والمراكز تركز على هالنقطه. لكن مو كل شخص كاتب هذه العباره،
او هذه الجمله تستفي تبعنا فعلا يعمل بروح الفريق صحيح الواحد. جميل فيقول لك لا لو هذا مشى ما انا ما بيوقف على كتوفي. أوه. لو هذا نجح بيجي يصير مكاني. لا ترى كل انسان ياخذ نصيبه. صحيح. وانت عفوا صحيح وانت اجتهادك وانت تعبك يعني مستحيل تسهر وتتعب وتوصل لهالنقطه وبتروح منك برده. طب استاذه لمي اعطينا التنافسيه اللي احنا بنقول عليها استاذه لمي انه لازم يصير كل واحد بالضبط انت ارضي باللي ربنا قسمه ليك ولا ارضي باللي ربنا قسمه ليك واعمل واعملي قدم وربنا اكيد راح يكافئك وحيجازيك. صحيح. يعني اسعى يا عبدي وانا اسعى معك في الاول وفي الاخير. جميل. طيب كأم انا كيف اقدر ازرع روح التعاون روح الجماعه في طفلي من نعومة أظافره يعني حتى ما يكون بالشخصية يعتمد على التعامل في العائلة مع ابن عم ابناء أخت ابناء خال كيف يتعاملون ممكن أنت تسوينها مثل المسابقات فأنت القائد لكن أثبت لي القوة في كيف تعمل بروح الفريق الواحد طبعا أنت لازم تشرحي له هذه الاستراتيجية بلغة سهلة وبسيطة مع الطفل على أساس يقدر هو يكون قائد لكن يعمل معهم مو قائد وهو قائدهم مو دائما إذا شاركهم ألعابه من هنا تبدا فعلا اذا شاركهم العاب واذا شاركهم اكله وسمع عليه يقول له لا هذا غلط عشان تنجح ارسم بهالطريقه امسك القلم بهالطريقه خطابنا للطفل ترى ينقش بداخله والله شوفي استاذه لمي يعني عندي ولد اختي الله يحفظه أمين. عبودي اتوقع انه اناني ذا الطفل واذا كبر يعني اتوقع يعني انا جالسه اقول عن بكره ان شاء الله لما يكبر اطلبه حلاوه ما يعطيني حلاوه يعني هذا تحسي أناني تحسي أناني والله تحسي أناني وتحسي ما عنده روح التنافسية يعتمد على طريقة المعاملة دائما نقول أن التنافسية حلوة جميلة مرة جميلة بس لما تكون تنافسية مهنية نبغى نحكي عنها كيف تكون التنافسية مهنية بس إذا ارتفعت ترى أنت بترفعني معك هذا يعتمد على القائد في المكان ترى حتى لو كانت موجودة فيك هذه الروح قائدك في المكان هو يعزز هالمعنى ولا لا يبين لكم لا والله الأولوية للممتاز عندي مهما كان على حسابني أوكي. فالقائد هو دائما يعني القائد دائما ياخذ المسؤولية الكبرى بهالموضوع أكيد لأنه كيف يعاملك أصلا يعاملك بفوقية ويعاملك بشروط ونقاط ولا يعاملكم لا والله يجتمع معاكم وقاعد يبين لكم النقاط جميل. المهمة على أساس إذا نجحتوا أنتوا أنا كقائد للمكان أنجح طيب. وفعلا لما يكون القائد بالطريقة دي أستاذة لمية يعني يخلي الموظفين اللي معاه مرتاحين فعلا يحبون العمل في مرونة بالضبط يعني من جد في فرق لما تكون بتشتغل مع مدير خلينا نقول متسلط أناني ما يهمه الموظفين اللي معاه كيف بتكون نفسيتهم هذا يعتبر قائد حاد بالضبط مع انه يكون معك قائد او قائده مرن مرنه تتفهم ارائكم وتاخذ وتعطي وتعرف انه هي لو طلعت حتى لو صحيح. احنا طلعنا بسبب توجيهاتها وارشاداتها وان هي كانت واقفه جنبنا وكانت اكبر داعم لينا حلو جدا طب ايش الاساسيات بالعمل الجماعي الاساسيات هي البعد عن الانانيه جميل شخصيه مرنه متقبله للنقد والتغيير جميل ترى مو كل شخص يقبل التغيير صحيح خلاص تلقينها من 10 سنين على هذا الكرسي نفس الشكل نفس الشخصية نفس الصباح نفس المساء نفس تسريحة الشعر ما تغيرها فإذا ما صار في مرونة ما صار في تغير قابلية في للتغيير ولا في قابلية وغير كذا دائما تسمع آراء الآخرين في شخصيتها وفي العمل هذه مو مشكلة ممكن اي والله هذه مشكلة مش حابين نضيف انتم كيف تقيمون الان مقياس نجاح العمل او لا مقياس المكان ممكن العمل ناجح لكن الافراد تجي وحده موظفه تقول لها العمل ناجح وفكرتك وقيادتك لكن بعض الاشخاص غير فاعلين هي ما حددت اسماء بس اعطتها هذه النقطه تبدا تسلط القائده او القائد النور على هذه النقاط فيعملون لنا كيف نغير اما بتدريب وتطوير هؤلاء الاشخاص او وضعهم في مكان اخر وجلب اشخاص اخرين جميل اهم شيء نجاح العمل حلو جميل دائما حلو لما يكون في اساسيات بالعمل دائما حلو يكون انه في وضوح في وضوح في مهنيه في انه لما ترى انت لما تطلع ترى انا طالعه معك ترى احنا ماشيين سوا ما حد بيطلع وحده الثاني يعني بينزل يعني تطلع من المكان وتذكر بالخير هذه اهم شيء وتزكى الاماكن ثانيه هذه اهم شيء بس انه يعني يمكن في بعض الاماكن او في بعض الشخصيات صعب انه انت تتعاملين معهم ذا المرونه صعب انه انت تحاولي خاصه اذا كان الفكر حقهم قديم انه انا ومن خلفي الطوفان يعني هذه معروفه حتى لو كان رجل استاذ لمين موجود هو حتى احنا نتكلم ترى عن الجنسين احنا ما نتكلم عن المراه بس لا عن الجنسين ودائما غزل التنافسيه عند الرجال احسها اقوى
لأنه خلاص أنا إذا طلعت أطلع لحالي ما أطلع أحد معي. لا لا لا، ترى عندك شركاء، ما في، خلينا نسميهم شركاء نجاح. شركاء نجاح، ما في عمل ناجح وكان فرد فيه، لازم يكونوا مجموعة. مستحيل حتى لو تكلم وقال أنا من الفريق اللي معاك. بالضبط، مستحيل بالضبط. يعني مستحيل. خلينا نوجه كلمة لهم، خلينا يعني شوي نوعيهم. والله حلو إن نقول بس حب المكان، حب العمل، وحب فريقك، ودائما نوجه له رسائل إيجابية، ودائما اسعى إنه يتغير. التغيير ترى هو الثابت الوحيد في الحياة. جميل جميل. فلما نتغير نفسيا وذهنيا واجتماعيا يتغير عملك وأدائك، وفجأة يكون شخصية غير حتى برا العمل. صحيح صحيح. أستاذة رمية الدوسري شرفتينا ونورتينا. أهلا وسهلا فيك. يعطيك ألف عافية. العفو. مشاهدينا فاصل ورجعنا لكم من جديد. تابعينا بعد الفاصل، كيف ترتبين مطبخك وتعيدين توزيع أدواتك؟ تعتبر تصميم ديكورات المنزل من أهم الأشياء اللي بتهتم فيها السيدة، خاصة بصراحة ركن المطبخ. ليه ركن المطبخ بالذات، وليه وكيف نقدر إحنا نستغل المساحات الموجودة في المطبخ على أساس إنه يكون أوسع؟ بصراحة أكيد هتجاوبنا على هذه الأسئلة الكثير مصممة الديكور الشرقية الزهراني. أهلا وسهلا فيك الشرقية. أهلا فيك. نورتينا. تسلمين حبيبتي. غير إنه اسمك كده مفعم بالحياة. طيب. الفتاة الشرقية. الفتاة الشرقية شرقية يعني جميل. بداية كده خلينا نتكلم ديكورات بشكل عام. دائما احنا بنحكي كيف تعطي وسع، كيف تعطي مساحة في البيت، كيف نحط، نقدر نعلق مثلا برا في الصالة مراية، نقدر نعلق لوح معينة أو ديكورات معينة تعطي مساحة، أو ألوان معينة تعطي مساحات بشكل عام في البيت. لكن لما نتكلم عن المطبخ، المطبخ إيش ممكن نحط فيه أو كيف نقدر نستغله على أساس يكون مساحات مرتبة حتى ست البيت تقدر إنها تستفيد من المساحة، تشتغل يا أختي، تعرف تشتغل. أنا ما بعجن ترى، لأني ما عندي مساحة، عندي العجانة وما عندي المساحة. كثر الله خير. طيب. المطبخ يعني تقضي فيه ست البيت يمكن أكثر من نص يومها. صحيح صح، فلازم يكون مريح بالنسبة لها. صح. في نفس الوقت هي مقتنعة أن يعني لما يكون الشيء مرتب شرح. ترتاح فيه مش شرح، يعني في أماكن تكون ضيقة أساسا. يعني مثلا لو كانت في شقة بيكون مطبخها أكيد يعني ما يتعدى 5 بـ6. صح صح. إذا ما كان أصغر، إذا ما كان أصغر. صح. الحين لو لاحظت تفاصيل الدولاب، يعني زمان كانوا يحطون نص جدار يبقى في مسافة ما بين السقف والدولاب. صح صح. الحين لا، نوصله للسقف إحنا. جميل. العلوي يستغلها مساحات. المساحة هذه ليش تترك فاضية؟ صح. العلوي هذا ينترك تخزين. تخزين يعني مستحيل تجلس فوق الدولاب. اي للامانه الشرقيه ما هو منظر، حاولت مره يعني اسوي الحركه دي واخزن فوق، ما هو كراتين بصراحه. لا لا لا، انت لما تحطين بدولاب تصير اغراضك جوات الدولاب بشكل مرتب، يعني كان الجدار كامل دولاب من السقف الى الارض. فهمت عليك. طب يا شرقيه، لو نبغى نقسم المطبخ بالاساس، ايش الاقسام الاساسيه؟ بنعرف في ادراج، في دواليب، حتى في دواليب خارجيه مثلا لتخزين الخضار او مثلا المواد الغذائيه اللي مثلا الناس اللي يقضوا بالجمله يحبون انهم يخزنوا الاشياء اللي تكون ايوه تقعد لمده طويله ما تصير اكسباير. قسمي لي المطبخ بالاساس. المطبخ يتقسم اجهزه كهربائيه. ايوه اجهزه كهربائيه. اجهزه كهربائيه. ايوه عندك ادراج، ادوات تنظيف. ادوات التنظيف لازم تكون لحالها اساسا. ايوه عندك مواد غذائيه. ايوه عندك الاواني، الصحون والقدور والاشياء ذي. عندك احيانا في اجهزه كهربائيه انت مستحيل تحطينها على السطح. صح. كبيره. صح. بتاخذ مساحه لازم لها ادراج استعمالها ما بيكون دايل. عندك ادوات اواني وشيء للضيوف اصلا مستحيل تستخدمينها استخدام يومي. صح. في المخزن. هذه انا اللي اقصد فيها، اللي هتكون في المخزن العلوي. فوق الدولاب. جميل. الادوات التنظيف طبعا كلها لازم تكون وين؟ تحت المجله. تحت المجله. صح. بالضبط. معلبات والاشياء هذه بالذات زي ما قلت للاسر اللي تقضي بالشهر واسر كثيره تحتاج لها درج وسيع. تمام. عندنا احنا الزوايا دائما اماكن مهدوره. صحيح. الزوايا يا اما يحطونها دولاب الاخير مستحيل تقدرين تدخلين فيه كانه قبر. يا اما يقفلونه وتبقى منطقه يعني مهدوره. صح. اي طيب. الحلل احط الحله فيه. هذه تعملين لها دولاب. عارفه ليه؟ هقول لك حاجة. يعني هو صحيح في ناس كثير وأنا منهم كمان بحط مواد التنظيف تحت المجلة. بحط في مكان خاص للأكل، أكيد في مكان خاص لهذا لمواعين الأوان البيت. لكن الأشياء اللي أنت بتطبخ فيها، الأشياء اليومية اللي لازم تكون في وشك 24 ساعة، زي ما أنت قلتي أنه طريقة تصميم الدولاب حق المطبخ فعليا بينسوا الزاوية.
زاوية منسية بينسوا الزاوية لدرجة أوقات يعني أغوص أسبح إلين ما أجيب قدر وأخلص. خلي الأشياء اللي ما تستعمليها تركنيها تدخليها جوا أبعد شيء. صحيح. ما في أنت تستخدم كل شيء تقريبا. أكيد صح. كل شيء تستخدم. ويوم ما إنك تبغي تطلعيه عاد طلع اللي قبل هذا كل حاجة طلعيها. لا عشان تقدر توصل لها. أتذكر إنه في شيء ضايع هناك تلاقي فلوس. بالصدفة. زي الأواني اللي أنت تستخدمينها يوميا البدور والصواني والأشياء ذي الأفضل إنها تكون قريبة من الفرن. جميل حلو تكون قريبة من الفرن. الله مسوي كده برافو عليك. خلينا نتكلم عن إيش الفوائد اللي إحنا مثلا لما نبغى نقسم زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي أدوات النظافة المواد الغذائية الأواني وغيرها. لو نبغى كل قسم لحاله مثلا أدوات النظافة يعني دائما الدولاب بينحط فيه كل شيء تمام بنشوف احيانا او طلعت فتره اللي هي البوكسز هذه اللي تساعد في تقسيمها هي موجوده فعلا حاليا يعني انا بالنسبه لي احس ان هي تستغل مساحه هي ما توفر مساحه لا فكيف استعملها بطريقه صحيحه في امهات يعني ربات بيوت ما تعرف كيف ترتب اي انا واحده منهم ترمي كذا لا انا ما ارمي بس ترمي في الادراج مع بعض بدون ترتيب صح تمام بس لما الحين في رفوف ساحب ترسل فيها الادوات التنظيف يصير شكل دولابك مرتب انت لما تحتاجين شيء ما يحتاج تدخلين جوات الدولاب تسحبين هذاك الرف بس تطلعين منه الاغراض يعني هذا كله يعتمد على وقت تفصيل الدولاب تشوفين الفواصل هذا لازم تفصلي دولاب معين تفصلي المطبخ بس خلينا نتكلم عن حاجه في شيء مهم يعني اوقات كثير مننا سكننا مثلا في بيوت ايجار لقينا المطبخ مثلا متركب جاهز المطبخ جاهز طيب كيف اقدر انا استغل مساحته خصوصا في الزوايا مثلا والله إذا هو متركب وجاهز فمصيبتك بنيل شفتك هذه صعبة طيب أنت لو مطبخك متركب وجاهز وأنت احتجتي مساحة إضافية تقدرين تضيفين أدراج أي أضيف أدراج تقدرين تضيف يا أما علوية زي ما قلت لك تخزين يا أما المسافة ما بين البلاطة والدرج يكون في مسافة صح أو قد تترك بلاطة طويلة عريضة ما عليها شيء فاضي تقدرين تحطي يعني ما راح اقول لك كل البلاطه تحطينها ادراج لان شكل البلاطه اساسا جميل شكل الرخامه صح بس تحطين اجزاء معينه مثلا اجزاء تتركينها ديكور بحيث ان الشيء اهم تتركينها ديكور يكون فيها اشياء جماليه اشياء جماليه بالضبط ايش اكثر الاشياء اللي ممكن انا القاها في اماكن في الاسواق مثلا تساعدني انه انا اقدر احافظ او اخزن الاشياء عندي في المطبخ بطريقه مرتبه غير الادراج عندك مثلا تقدرين تحطين في الصناديق مثلا في بعض الاطعمه تيجي في اكياس صح ممكن تحولينها البرد اكياس شكلها في الادراج غير مرتبه الاكياس شكلها في الادراج غير مرتب ممكن تحولينها في برطمانات او في سلات وتقدرين ترصينها حتى الاستخدام يكون عليك اسهل بكثير جميل هذه بالنسبه حبيت الفكره دي انا اطبقها بطريقه معينه هذه كثير احبها عارفه اطبقها كده بطريقه معينه بحيث انت توفر لي مساحه وفي نفس يكون شكلها مرتب ويوم ما تبي تاخذيها لا خلاص تكون جاهزه ايوه صحيح كنا بنتكلم عن الاشكال الجماليه وفي والديكور في المطبخ نعرف ان المطبخ زي ما كنا بنقول هو تقريبا منطقه لحاجه معينه بس برضو انا من الناس اللي احب ان مثلا يكون فيها نوع من الزرع او لون الخضار او الديكورات اللي تكون موجوده فيها ايش الاشياء الاكثر عمليه اللي انا ممكن احطها وفي نفس الوقت ما تعبني وقت ما انا بستخدم المطبخ والله بالنسبه لي انا برضو احب مطبخي اغلب الزرع في ركن القهوه وفي هذه الاشياء في تمام الزرع يعني يعطي راحه اساس لربة المنزل صح يعني هي لما تدخل المطبخ اساسا تكون مشدوده لان بالنسبه لها وقت عمل بس لما يكون في زرع في ركن كافي يعني بسيط وقت ما تكون راحتها تنتظر طبختها او شيء تستغل في شرب كافي لها في بعض الاشياء تتعلق حتى على الحوائط او ارفف تضاف تعطي شكل جمالي يعني للمطبخ وفي نفس الوقت يعطي انشراح صح في الاخر المطبخ هو جزء من البيت يعني جزء من البيت. جزء لحاله خارج فحنا عندي صبارة حطيتها فوق الصبارة الله يجزاك عرفتي قد ايش زودي لها ما هضيق على نفسي بعدين انا اخاف من الصبار فعليا يعني ممكن احد الاطفال عندي في البيت او احد بيخش ينجرح فيها النباتات الصناعية ترى كويسة كده لون وفي نفس الوقت تكون خفيفة اقدر احطها مثلا في المطبخ في الحين تتعلق اي تتعلق في يعني يجيك حامل معاها تتعلق برف وتصير معلق يعني كأنها جزء من الجدار ايوه صح معلق على الجدار
يعني لا تاخذ عليك مساحه من بلاطه المطبخ. أيه. وفي نفس الوقت تعطيك منظر جميل. جميل جدا. حلو شرقيه يعطيك الف عافيه من جد، يعني اعطيتيني صح. انت بتفكري وانا قاعده افكر كيف ارجع البيت اقسم المطبخ. انا بالنسبه لي يعني صح ان عندي شغلي زي كذا بس احب مطبخي. صح. ما هو فعليا المطبخ جدا مهم لست البيت. أهم يعني مطبخ. عشان كذا احب ابدع فيه، احب اغير فيه ستايلاته. من فتره ثانيه تلقيني ناقله الشيء هذا للشيء هذا. أيه. غير الشجر هذا، مركبه شجره جديده، حط الثلاجه مكان الفرن. لا مو لهالدرجه، خلاص هو مؤسس كذا. والله لا، لما تكون مفصلة جوات الدولاب صعب جدا تدفي. اختلف طبعا اكيد، يعني متفصل بس اذا كانت مش مفصلة دفي براحتك. يعطيك العافية يعني. شرقية مرة شكرا تواجدك معنا اليوم. الله يعطيك العافية. مش هدي، احنا راح نروح فاصل بس اكيد مكملين. تابعينا بعد الفاصل، حيث الصباب الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي في ضيافة سيدتي. ولأن الرياضة هي جزء أكيد أساسي في تمام الصحة، وكمان هي تساعد في أكثر للوعي الفكري، وبنعرف أنه من الإجراءات الوقائية لابد من ممارسة لايف ستايل أو نمط حياة صحي. راح نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر، ورحب بضيفتي في الاستديو الأستاذة هيفاء الصباب. حياك الله أستاذة هيفاء. أهلا. بنعرف يعني بحكم تخصصك أنك أنت الرئيسة التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة، قد إيش بتقوموا بدورات وبتقوموا بحملات توعوية بأهمية الرياضة المجتمعية؟ لكن قبل أن ندخل في هذه التفاصيل كلها، لو تكلميني أكثر عن الاتحاد الرياضي. الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية تم إنشاؤه حديثا تقريبا أكثر من سنة. اهتمامه أكثر بالرياضة المجتمعية، بمعنى رفع نسبة الممارسة في النشاط البدني والرياضة لجميع فئات المجتمع. نستهدف فيها، نرفع فيها الوعي بممارسة الرياضة، ندعم المجموعات الرياضية، النساء، جميع فئات المجتمع، سواء نساء، أطفال، رجال، مجموعات رياضية. نتعاون مع الاتحادات لنشر ثقافة النشاط البدني. النشاط البدني حتى كمان في المدارس، سواء كان للأطفال من هم صغار وحتى السيدات وحتى في الحياة المجتمعية بشكل عام، صحيح؟ بحيث إنه حتى بتكون في، بنشوف يعني مؤخراً بيتم زي في الكورنيش وغيرها بيحطوا أجهزة رياضية بحيث إن الواحد يقدر يمارس الرياضة في الهواء الطلق بشكل مجاني. اللي يشتغل عليه الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية هو شراكات مع عدة قطاعات، سواء كان حكومية أو مع القطاع الخاص أو حتى القطاع الغير ربحي. من ضمن شراكاتنا في القطاع الحكومي في شراكات مع التعليم، في شراكات مع البلديات والأمانات، بحيث أنه، وفي شراكات أخرى برضو مع قطاعات أخرى مع الجامعات، بحيث أنه كيف نقدر ننشر ثقافة النشاط البدني بشكل عام، وكيف نقدر نوصل للفئات هذه. سواء عن طريق في برامج معينة نسويها مع المدارس زي اليوم الأولمبي اللي سويناه للطالبات. في عندنا شراكات مع عدة جامعات، أكثر من 14 جامعة. في برامج سويناها مع جامعة الملك سعود، جامعة الأميرة نورة، كلها بالتعاون مع الاتحادات، ونسوي فيها برامج في الجامعات هذه أو في القطاع التعليمي. جميل. جميل جدا. أستاذة هيفاء، أنا ملاحظة أنه الآن لما أنت جالسة بتتكلمي عن الرياضة والأنشطة الرياضية، في تركيز ساير مؤخرا وبشكل كبير على المرأة والفتيات تحديدا. يعني بنحاول أنه إحنا نخلي في حياتنا في رياضة، بنحاول انه احنا نستحدث رياضات والبنات بيشاركوا فيها. خبريني اكثر عن دور هذا الاتحاد في جذب المراه والفتاه السعوديه وتحبيبها في الرياضه تحديدا. طبعا نبدا اول شيء برفع الوعي، لانه فعلا يعني الاتاحه المنشآت مثلا الرياضية للسيدات، الإعلان عن الأشياء اللي يقوموا بها بعض المجموعات الرياضية. اليوم ارتفعت نسبة المجموعات الرياضية من حوالي 20 مجموعة قبل ما نبدأ إلى اليوم حوالي 268 مجموعة رياضية. من هذه المجموعات عدد كبير منهم مجموعات نسائية، سواء كان في المشي، في الجري، في الهايكينج، في الدراجات. فإتاحة أو تجهيز المنشآت بشكل عام أو حتى الببليك بليسز اللي هي الأماكن العامة، بحيث أنها تقدر تكون متوفرة، أنها تكون بيئة أول شيء آمنة للسيدات يقدروا يشاركوا فيها، في وعي. مجرد ما نسوي أي فعالية أو أي برنامج مع أي جامعة بيتم الإعلان عنها ودعوة السيدات. جميل جدا. طب أستاذة هيفاء، في حاجة كمان، يعني إحنا عارفين خصوصا من السنة اللي فاتت سنة 2017 كانت سنة تمكين المرأة السعودية وبقوة، اتاحتها في المدارس في الجامعات. طبعا خصوصا يعني يمكن جامعة الأميرة نورة عندها أكبر نادي رياضي على مستوى الجامعات في المملكة،
المملكه دور الرياضه او الاتحاد السعودي في تحقيق رؤيه 2030 كيف راح يكون؟ اهدافنا اول شيء اللي هي في برنامج جوده الحياه اللي هو برنامج تحقيق من برامج التنفيذيه حقت تحقيق الرؤيه هو رفع نسبه المشاركه في او ممارسه الرياضه من 13 إلى 40% بحلول عام 2030. جميل. هل للنساء فقط ولا بتتكلم عن جميع فئات المجتمع بدون استثناء أي فئة من فئات المجتمع؟ جميل. الحمد لله تمكننا أننا نحقق أهداف 2020 في 2018. ما شاء الله. ورفعت أي فعلا يعني نسبة الممارسين حتى من السيدات في الرياضة إذا جينا نحددها حسب السيرفي اللي سويناه آخر مرة ارتفعت من 8% إلى حوالي 30%. البنات شغوفات ويبغون أي شيء علشان تعرفي يطلعوا من الروتين اللي هم عايشين فيه. بس خليني أسألك، بما أنه جامعة السعود أنتوا عملتوا فيها طبعا بالشراكة مع الاتحادات الرياضية صحيح؟ مزبوط. جبتوا مدربات عشان تدربوهم على السهام والدراجات النارية وأشياء زي كذا، وفرتوا لهم المدربات. أبغى أعرف هل في بطولات للبنات؟ هل تمت خاصة أنه 3000 مشتركة صارت بترم واحد؟ مرة عدد جميل. مزبوط. في إن شاء الله بإذن الله بالتنسيق مع كل الجامعات، ليس فقط جامعة السعود، يعني هذا كان بس على سبيل المثال. صحيح. في بطولات ولكن بطولات ودية، يعني لما تجي انت الرياضة المجتمعية هي ليست رياضة تنافسية. الرياضة المجتمعية تحفز على توسيع اول شيء قاعدة الممارسين في الرياضة من منطلق انه كصحة. وعندنا ترى شراكات مع وزارة الصحة، يعني ان شاء الله شغالين معاهم على برامج صحية ورياضية من منطلق نمط حياة زي ما تفضلت الأخت رؤى، من منطلق انه healthy lifestyle. بالضبط. هذا اللي احنا بنتكلم عنه. استاذه هيفاء انت مكمله معانا ومع الساده المشاهدين، لكن مشاهدينا لا تروحوا بعيد، فاصل ورجع لكم من جديد. رجعنا لكم مشاهدينا ومكملين مع سيدتي هيفاء الصبابه الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضه. هيفا، يمكن كنت بسألك قبل لا نبدأ فقراتنا في الرياضة عن أنواع الرياضات المختلفة. إحنا دحين بنلاحظ أنه السيدات في المملكة العربية السعودية تحديدا وبشكل عام في الخليج ما شاء الله بدأوا يبانوا أو يبرزوا في أنواع رياضات معينة زي الفروسية، زي الرياضة البدنية كنوع آخر. يعني بنلاحظ دحين في الجيمات أغلب المدربات فعليا سيدات سعوديات. هذا النوع من أنواع البروز، إيش رح يكون الهدف منه لاحقا؟ خلينا نتكلم مثلا عن أنواع الشراكات، أنواع الرياضات المتاحة للمرأة السعودية أو المرأة الخليجية بشكل عام، أنواع الشراكات. عفوا كنت بقول لك أنواع الشراكات، عفوا قصدك مع الاتحادات يعني؟ بالضبط. أنواع يعني إيش هي أهم أو أبرز الأنواع من أنواع الرياضات اللي موجودة عندنا متوفرة عندنا الحين على الساحة بارزة، أنا أقدر أوصلها لنوع من أنواع الاتحاد القوي زي اتحاد تايكوندو؟ أنا أظن أنه كمان هذا نوع من أنواع الرياضة، صح؟ إيه موجود. سو عندك طبعا الاتحادات الآن يفوق عددها 60 اتحاد، وكل اتحاد يختص برياضة معينة. ولكن عندك إذا نمسك مثلا فنون القتال، يعني هذه عندك الكاراتيه، التايكوندو وغيرها، عندك الرياضات الراكت سبورتس اللي هي التنس وتنس الطاولة وغيرها من الرياضات كمان صارت بارزة، كلها بارزة. وعندك السهام، إحدى الرياضات اللي في عليها ديماند وطلب كثير من الفتيات بشكل خاص. إيه. وفي يعني في عندك الجري، الدراجات، عندك يعني الرياضات متعدده وكثيره. هل بيتم التنسيق لها؟ هل بيتم انه التنسيق لها بحيث انه تكون معروفه عالميا؟ يعني مثلا هذه بطله العالم في هذه الرياضه، في نوع من انواع الرياضات. طبعا احنا كاتحاد رياضه مجتمعيه اكرر انه هدفنا توسيع قاعده الممارسين. مجرد ما صار في تركيز من مجموعه معينه او من افراد معينين، عندنا اللي نقدر نوفره للاتحادات هو قاعدة البيانات بممارسين الرياضة هذول، ويتم طبعا تدريبهم عن طريق الاتحادات. يعني الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية يعمل على فعاليات، يعمل على برامج مستدامة مع الفئات اللي ذكرناها، ترغيب أكثر، ترغيب
ولا وفي حتى يعني في برامج مستدامة، يعني عندك مثلا برامج بطولات دورات في الجامعات تثقيف رفع وعي، ولكن التدريب والكوتشنج والاشياء هذه عن طريق الاتحادات المختصة. انتم الان بتبدونها بالمدارس. مظبوط. انا ححط اصبعي على بعض النقاط انا كفرد في هذا المجتمع ابغى اتكلم فيه معك، لكن خليكي معي، خلينا ناخذ مداخله هاتفيه مع الصحفيه الرياضيه الابرز امل اسماعيل. اهلا وسهلا. هلا اهلا يا امل. نبغى نتكلم عن الرياضه وفي ذات السياق الا ما لازم نتكلم شويه عن الكوره والحدث الاخير اللي صار تسميه البطوله ببطوله زايد، تكلمينا عن هذا الموضوع. اول شيء كل عام وانتم بخير بمناسبه العيد الوطني السعودي. نقدر نقول على بطوله زايد للانديه العربيه انها نقله نوعيه للبطوله نفسها واضافه. البطوله العربيه كانت من سنوات ما بين حضور وغياب توقفت لفتره ثم عادت، تسميتها حاليا باسم سمو الشيخ زايد ال نهيان الله يرحمه مؤسس دوله الامارات، اضافت لها قيمه وثقل ايضا كاسم. طبعا هذه خطوه تدل على عمق العلاقات السعوديه الاماراتيه، وقرار المستشار تركي آل الشيخ بالتسمية هذه إضافة كبيرة وتأكيد لقوة العلاقة الإماراتية السعودية. كمان كنت أبغى أسألك يا أمل عن بنشوف مؤخرا في كثير من الأسماء للسيدات بيمسكوا مناصب رئاسية وقيادية في الرياضة، قديش هذا الشيء ممكن يكون حافز للفتيات؟ صحيح، إحنا ما نقدر ننكر أن رؤية 2030 كانت مبشرة للمرأة السعودية وأيضا للمرأة العربية. يعني الهيئة العامة للرياضة هيئة الرياضة النسائية في السعودية بقيادة الأميرة ريم بنت بندر قدمت نقلة نوعية للمرأة السعودية، واختيار الأميرة ريم أيضا حافز للمجتمع أنه بناتهم يدخلون في هذا المجال. ما نقدر ننكر أنه هذا القرارات المصيرية ودخول المرأة ورفع الحظر عنها من الملاعب السعودية أيضا كانت نقلة أيضا نوعية. إلى جانب تولهم المناصب طبعا قيادة، لما تكون المرأة هي قائدة في هذا المجال إذا حيكون في مجال أكثر للفتيات المشاركة، وقريب حنسمع منتخبات وأندية تشارك في بطولات عالمية. جميل. طيب لو تتكلمين شوية يا أمل عن موضوع الترتيب عن الدوري، بما أنه حاليا بنتكلم إحنا على وجه أنه كمان في فرق جديدة انضمت للدوري، فكلمينا عنها. الدوري السعودي؟ الدوري السعودي بنعرف أنه في فرق وأندية خارجية دخلت فيها. صحيح، المحرق البحريني والكويت أيضا، بس ما حددوا لسه النادي الكويتي اللي حيشارك، وأنا أتوقع أنه أيضا حيكون في نادي إماراتي حيشارك. طبعا هذه كلها حتضيف للدوريات اللي أو للأندية الخليجية اللي راح تدخل الدوري السعودي، يعني الدوري السعودي هو من أفضل الأندية أو من أفضل الدوريات العربية، وأي نادي خليجي حيشارك فيه حيستفيد أكثر. لا تنسي كمان أيضا حيستفيد في آسيا، لأنه إحنا كلنا في الخليج ننافس في آسيا. صحيح. فحيكون إضافة للمحرق البحريني وللنادي الكويتي اللي حيتم اختياره إن شاء الله، وأيضا للنادي الإماراتي اللي راح يتم الإعلان عنه قريبا. صحيح. أنا أتوقع الدوري السعودي حتى إضافة لنا نوعية طبعا، وطبعا لا ننسى انه هذا حيكون نقله نوعيه ايضا واضافه للدوري السعودي انه راح يكون في خطى الدوريات الاوروبيه. سعاده المستشار تركي آل الشيخ قاعد يقدم خطوات متطوره جدا في الرياضه، وحيكون لنا نقله نوعيه اكبر، وحنلاقي الدوري السعودي منافس للدوريات الاوروبيه قريبا. جميل جدا. الصحفيه الرياضيه امل اسماعيل، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله. نرجع لك استاذه هيفا. احنا طبعا كنا أو اللي بنركز عليه تحديداً الآن مشاركة الفتيات السعوديات أو مشاركة المرأة السعودية، لكن فعلياً اللي احنا بنشوفه مؤخراً بشكل عام أنه أغلب التركيز عندنا على رياضة كرة القدم. رياضة كرة القدم الآن بعد دخول الرياضات دي ودخول المرأة في الرياضة السعودية كيف حتصير؟ التركيز الآن يعني عملنا في الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية مع الاتحادات بالشراكة مع الاتحادات، وإتاحة إذا كان المنشآت وشراكاتنا سواء كانت مع التعليم أو البلديات أو الجهات الحكومية أو القطاع الخاص هو لنشر ثقافات الرياضات بشكل عام. فعندك الرياضات المختلفة يمكن تكلمنا فيها قبل شوية، جميع الاتحادات هذه جزء من شراكاتنا اللي نعمل فيها على توفير برامج استراتيجية بحيث أنها نوفر سواء كانت بطولات فعاليات بطولات ودية أو فعاليات أو برامج مع المدارس أو مع الجامعات أو مع القطاع التعليمي بشكل عام لنشر ثقافات الرياضات المختلفة هذه. وبالعكس ترى في طلب يعني كبير
من الفتيات المشاركه في الرياضات الاخرى غير كره القدم؟ غير كره القدم، انا هذا اللي ابغى اركز عليه. خلينا نتكلم عن الرياضات الثانيه غير بعيده عن الكوره. زي ما ذكرتي حضرتك قلتي انه من اهم ادواركم اللي هي التوعيه بالرياضه المجتمعيه، من حقي انا كانسان اقدر الاقي رصيف امشي عليه، صح؟ مزبوط. هل هذا متوفر لما الاقي شارع رصيف اللي هو تبع السيكلينج؟ هل هذه اشياء بتكون متوفره او لا؟ او ايش البلان لهذا الدور؟ حلو انك قلت البلان، لانه من ضمن شراكاتنا مع القطاعات الحكوميه هي شراكاتنا مع الامانات. تمام. مؤخرا وقعنا اتفاقيه مع امانه جده وبدانا فعلا العمل على هذا الشيء. هل هي متوفره اليوم؟ اكون صريحه معاكي، لا غير متوفره. وفي تحديات كبيره جدا متوفره في المنشات الرياضيه اللي موجوده عندنا، يعني مثلا في ستاديوم حق الجوهره. اللي عندنا في جده في مسارات حقت دراجات. وفي للمشي وفي هذه ممهده، ولكن اذا نتكلم على الاماكن العامه فاليوم احنا وفعلا ترى في يعني رغبه شديده وجديه من الامانات انهم يعملوا على هذا الشيء. جميل. طيب خليني اسالك هيفا، بنشوف ان شاء الله البنات بمحافل عالميه وبيشاركون ان شاء الله بالبطولات اللي نشوفها برا، ممكن في الاولمبياد؟ دورنا احنا كاتحاد سعودي للرياضه المجتمعيه توسيع قاعده الممارسين. اذا انا اليوم فعلا صار عندي عدد كبير من السيدات يمارسوا الرياضه بشكل منتظم، وصار عند كل واحده فيهم مميزين. رغبه انها مثلا تستمر في الجمباز او في التنس او في فنون القتال. طب انتم يعني شفتم بنات مميزين رياضه معينه، هل ممكن تتبنونهم وترسلونهم؟ ما زالوا يحتاجوا الى تدريب، الى كوتشنج، الى التزام، الى استمراريه بشكل طويل عشان يقدروا يتاهلوا لهذا الشيء. وهذا الشيء المملكه في الاخير، ومو انا اللي مو احنا كاتحاد سعودي للرياضه المجتمعيه نحدد هذا الشيء. هذا الشيء مدربينهم او الاتحادات هم اللي يقدروا يقيموا هذا الشيء. جميل جميل. يعني يا استاذه هيفا نورتينا، يعطيك الف عافيه. عندي الكثير من الاسئله بخصوص الرياضات وبخصوص انواع الرياضات المختلفه كمان، لكن للاسف ما حالفنا الحظ انه احنا ناخذ من وقتك اكثر من كذا. حقيقه تتواصلوا معنا في اي وقت. يعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا فيكم. شكرا لاستضافتكم. مشاهدينا احنا نطلع فاصل بس مكملين. أهلا بكم. طبعا أقيم ملتقى بيبان بمدينة أبها في نسخة الثانية، وكاميرا سيدتي كانت هناك أكيد وتغطيتها. خلونا نروح نشوف التقرير ونرجع من جديد. للنجاح فكرة وللطموح بيبان، هو الشعار اللي وقع الاختيار عليه بيبان عسير هذا العام، واللي يحمل الملتقى على أكتافه 7 أبواب بدعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تفتح أبوابها أمام رواد الأعمال من شباب الوطن. منشآت الانطلاقة، النمو، السوق، التمكين، تسهيل الأعمال، بالإضافة لباب التجارة الإلكترونية اللي استحدث خلال هذا العام. بيبان، ملتقى بيبان عسير يهتم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك رواد الأعمال، ويعني تقريبا تثقيفي للشباب هذه المنطقة. يتكون بيبان عسير من 7 أبواب. أول الأبواب اللي هو باب منشآت، يتم فيه استعراض مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت، سواء في مبادرة استرداد أو فيما يتعلق بالتمويل ويتعلق في ريادة الأعمال ويتعلق في برنامج طموح، وكذلك منشآتي 360 وعدة برامج أخرى، وهو تقريبا اختصار لأبرز البرامج التي تقدم من قبل الهيئة العامة. حدث تقريبا لأول مرة يكون هنا، بس شيء جميل يساعدنا كأصحاب مشاريع أنه إحنا نبدأ فيها أو يشجعونا أنه نبدأ في المشروع اللي إحنا فيه. في دورات جدا كثيرة مرة مفيدة وحلوة بالنسبة لنا إحنا. جدا جميلة، والآن في دعم قوي جدا، وأشوف ما في عذر يعني للشباب يعني في التوجه، لأن يعني الحين الدعم مو دعم فقط مادي، في دعم حتى الاستشارات القانونية التجارية، في دعم للتخطيط المالي، تخطيط المواقع، اختيار المواقع، جميع احتياجات منشآت المتوسطة والصغيرة
للشباب في الغرفة الجارية وفي منشآت بصفة عامة. ريادي عسير، الفكرة أنه التثقيف للطلاب في ريادة الأعمال في المرحلة الثانوية. لدينا الحمد لله حاليا 10 طلاب بدأوا يمارسون ريادة الأعمال، واليوم لدينا 5 من الطلاب لديهم نماذج كما ستلاحظون الآن يمارسون عملية البيع والشراء والاستثمار في ريادة الأعمال. المشروع هو عبارة عن منصة تسويقية لبيع المنتجات الحرفية والأعمال اليدوية والفن التشكيلي بكافة المجالات وبأنواع متعددة وبأيدي فنانات وفنانين سعوديين مهرة طبعا. إن شاء الله كل التوفيق للشباب والشابات في ملتقى بيبان وتكون فاتحة خير عليهم. ومن النمو أهم شيء. ومن ملتقى بيبان إلى فقرة مجلة سيدتي مجتمع أونلاين، خلونا نتابع. هل شاهدتم شخصا يتثاءب أمامكم ووجدتم أنفسكم تتثاءبون معه بشكل لا إرادي؟ هذا اللغز حير العلماء لسنوات، وفسرته دراسة حديثة لجامعة نوتنغهام البريطانية بأنه شكل من حالة تسمى الإيكوفينومينا، وهي التقليد الآلي لكلمات وحركات شخص آخر. يحدث التثاؤب في القشرة الحركية الأولية في الدماغ المسؤولة عن الوظائف الحركية، ويصعب مقاومته عند رؤية شخص يقوم به. يتثاءب 41% إلى 60% من البالغين بمجرد رؤية شخص يفعل ذلك، ويتثاءب الإنسان في المتوسط من 5 إلى 10 مرات في اليوم. كم مرة تثاءبتم أثناء مشاهدة هذا التقرير؟ ملايين المكفوفين حول العالم يتحركون بصعوبة في الأماكن المغلقة، وبعضهم يتعرض لإصابات خلال تحركهم من دون مساعدة. تطبيق ذكي قام بتطويره مهندسون أتراك في ولاية شيكاغو يمكن المكفوفين من السير بلا مساعدة، وصمم حالياً لاستخدامه في الفنادق والأماكن المغلقة. ما زالت القهوة أيقونة الصباح وسيدة الدفء، وبمناسبة اليوم العالمي للقهوة أطلق مغردون هاشتاج اليوم العالمي للقهوة للحديث عن هذا المشروب الشعبي ليتصدر قائمة ترند في السعودية حاصدا أكثر من 22 ألف تغريدة. عبر من خلاله المستخدمون عن مدى أهمية القهوة في حياتهم اليومية. جولة على أكثر المواضيع قراءة وتفاعلا في سيدة نت، وأبرزها كانت أمنيتها أن تصبح أما لكنها ماتت بعد رؤية فحص الحمل ثمنه 17 مليون دولار، عرض أغلى حذاء في العالم في دبي، وظيفة الأحلام التقط صورا مع قطط وتلقى 30 ألف دولار في يومين. دراسة أمريكية وجدت أن فرص نجاة المرأة تزيد على يد طبيبات، فهل تفضلون أن يعالجكم طبيب أم طبيبة؟ شاركونا آراءكم في هاشتاج طبيب أم طبيبة. جميل جدا. طبعا نشكر مجلة سيدتي ومجتمع أونلاين تحديدا، يعني حبينا كثير، خصوصا كنت بسأل زميلاتي إذا سووا الاختبارات حقت القهوة. لا للأسف، للأسف الشديد ما طلعتها، بس بدأت تتثاوب، يعني فعلا تثاوب معدي. إي طيب، وأنا كمان عندي تقرير احتفال سفارة المملكة العربية السعودية في دولة الإمارات باليوم الوطني بطريقة خاصة. طبعا زميلتنا غالية أمين كانت متواجدة هناك، تعالوا نشوف السوء. بالأحرى هو كرنفال سعودي حقيقة في الإمارات العربية المتحدة، قدمه طلابنا وطالباتنا الدارسين في الإمارات في الجامعات الإماراتية زهوا وفخرا بهذا اليوم الوطني العزيز على قلوبنا. الطلبة السعوديين أبدعوا حقيقة في كل هذا المهرجان، بدءا من المسيرة التي قدموها، بدءا أيضا بحضور الأفلام السينمائية، أيضا بدءا انتهاء بهذا الكرنفال الجميل على مسرح جامعة الشارقة، عروض شعبية مسرحية، أيضا هناك معزوفات وطنية.
تفاعل كبير من الجمهور، حضور كبير جدا، سحب على جوائز ومفاجآت. هذه قام بها طلابنا بالتعاون مع الملحقية الثقافية وإشرافها، هو جزء حقيقة من حبنا لوطننا الغالي، وهذه جزء أيضا من مكانة هذا الوطن وبما يليق به وبمكانته معنا. إيش أهمية فعاليات زي كذا للطلاب اللي يعيشوا في دولة الإمارات؟ طبعا الطلبة الدارسين في الإمارات أولا يعني هم يدرسون أولا في وطنه حقيقة، يعني ليس غريب أبدا، بالعكس هم في وطنهم يدرسون، والإمارات العربية المتحدة دولة يعني معنا بالإخاء والتوأمة. لكن ما يميز هذه الأنشطة حقيقة هو الانتماء والولاء والحب الطاهر حقيقة والنقي من قلوب هؤلاء الطلاب الذين قدموا كل ما يملكون حقيقة لوطنهم، والظهور أيضا بأجمل أجمل حلة بما تليق بهم جميعا. أعطينا كلمة للسعودية. والله السعودية كلمة ما تفيها حقها حقيقة، لكنه هي 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 أيقونة حقيقة خالدة في عقولنا وقلوبنا، ومهما تحدثنا عن المملكة العربية السعودية لأن فيها حقها، ومهما قدمنا من أجلها لأن فيها حقها، ولكن نقول دامت السعودية، دام الملك سلمان، دام محمد بن سلمان، دام هذا الوطن الغالي وهذا الشعب الكريم. طبعا اليوم أنت مشارك في الفعاليات اللي في جامعة الشارقة لليوم الوطني السعودي، قل لي إيش أهمية هذه الفعاليات؟ هذه الفعالية أول شيء تهم أي مواطن يحب بلده وعنده انتماء إلى بلده إنه يفرح في النهاية. إحنا صحيح إن إحنا في بلدنا الثاني الإمارات، بس في النهاية حب الوطن شيء ثاني، يعني هذا هو الوطن الأم اللي إحنا نشتاق إليه، فمناسبة زي هذه تذكرنا بحب الوطن وخلاصنا وانتمائنا ووفائنا إليه. تقدر توجه كلمة للوطن؟ كل عام الوطن بخير، ونشكرهم صراحة الفعاليات الجميلة هذه ودولة الإمارات على التنسيق الأكثر من رائع صراحة، يعني والله يديم علينا الأمن والأمان والوطن. إيش أهمية هذه الفعاليات للطلاب اللي يعيشوا في دولة الإمارات؟ الأهمية من هذا كله طبعا يحفزوا الطلاب أول حاجة، وثاني شيء ما شاء الله تبارك الله يعني التواجد ما شاء الله كان كبير بالنسبة للطلاب الدارسين في الجامعات اللي هنا، بالذات جامعة الشارقة العرب الأمريكية وجامعة الشارقة الثانية، فهذا كان يشكل شيء يعني إيجابي للطلاب ويشاركهم فرحتهم طبعا كطلاب سعوديين بالجامعة. وصراحة يعني ما شاء الله تبارك الله يعني ملحق الثقافي السعودي ما قصر الدكتور راشد، فقدم شيء مرة حلو للطلاب، فأسأل الله التوفيق له إن شاء الله لنا ولهم إن شاء الله بإذن الله. قولي لي عن مشاركتك اليوم في فعاليات اليوم الوطني. صراحة هي أول سنة أشارك فيها لأني أنا طالبة جديدة جاية هنا، ما توقعتها كذا صراحة، مرة كانت حلوة مرتبة جدا، كان يعني كان في شعور وطني جواتي مرة، كانت جميلة جدا. نشكر السفارة السعودية في أبو ظبي والقنصلية السعودية في دبي، إنها بتساعد كمان وتخلي أهل الطلاب في السعودية أنهم يدخلوا ويحتفلوا بالعيد الوطني ويشعروا بوطنيتهم. إحنا كذا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم للأسف، أكيد نشوفكم بكرة في نفس الموعد في أمان الله.